مشاهدينا مرحبا بكم وجولة صحفية جديدة مع أبرز العناوين والمقالات في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ بصحف القاهرة حيث تصدرت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، تصدرت عناوين الصحف ومنها صحيفة الأخبار والتي جاءت المنشطات الرئيسية بها كالتالي: الإعلان عن مواعيد الترشح وقرار دعوة الناخبين الأحد المقبل، الرئاسة ترفض التراجع عن تحسين قرارات اللجنة العليا، وموسى يكلف أسرار أو يكشف أسرار برنامج المشير السيسي، وموسى يقول المشير يركز على الحد من الفقر والاهتمام بالشباب، وحملة صباحي بدأت في جمع التبرعات. وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبدأ فتح باب الترشح في بداية إبريل الحالي ولمدة 3 أسابيع، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر مايو المقبل. متابعة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت أيضا في صدارة عناوين صحف اليوم، حيث نقرأ من صحيفة الوطن: محاكمة مرسي تؤجل محاكمة مبارك، والنيابة تقول قضية القرن درس للرؤساء المقبلين، والنيابة تترافع نظام مبارك المستبد قتل 225 وأصاب 1635 من خيرة أبناء الوطن. وقالت الصحيفة إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قصر الاتحادية يوم تسببت في تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق مبارك إلى جلسة بعد غد الثلاثاء. وأبرزت الصحيفة مرافعة النيابة التي أكدت أن القضية تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وتأكيد سقوط عصر الفرد ونهاية عصور الاستبداد. متابعة اكتشاف وكر الإرهاب في عرب شركس خصصت له صحف اليوم مساحة واسعة، حيث نقرأ من صحيفة الشروق: عرب شركس تعود إلى الحياة بعد تطهيرها من السلاح والإرهاب، رجال المفرقعات يمشطون مدارس القرية والدراسة تنتظم اليوم، والأهالي يؤكدون الإرهابيون خدعونا. وقالت الصحيفة إنه بعد أيام من المواجهة العنيفة التي دارت بين قوات الجيش والشرطة والبؤرة الإرهابية في عرب شركس، بدت القرية الآن أكثر هدوءا بعد تطهيرها من العناصر التكفيرية وتمشيطها للتأكد من خلوها من المتفجرات والأسلحة، وعاد النشاط اليومي لأهالي المنطقة. ونتحول إلى الصحف العربية، حيث لا زالت الأزمة السورية في صدارة العناوين الرئيسية، ومنها صحيفة الوطن السعودية والتي قالت تحت عنوان معارك اللاذقية تتسع، قالت إن الأزمة السورية تتواصل وتتعقد حلقاتها يوما تلو الآخر، فبين كر وفر توسعت رقعة المعارك في ريف اللاذقية بين قوات الرئيس بشار الأسد ومجموعات من المقاتلين المعارضين. وأعلن الجيش الحر بدء معركة تحرير الساحل السوري، مؤكدة سيطرة مقاتليه على عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات النظامية في اللاذقية. الدولة اللبنانية أمام مأزق طرابلس، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القبس الكويتية: بدت الدولة اللبنانية وقد تقمست جثة الرجل الذي أرادته أو أودته رصاص قناص، فالدولة أصبحت عاجزة أمام مأزق طرابلس، ولا أحد يعرف ما مصير نصف مليون شخص هناك، خاصة مع وقوع العديد من الأحداث الدموية التي تجري على الإيقاع السوري. وتساءلت الصحيفة: هل تستطيع حكومة تمام سلام احتواء الأوضاع الأمنية ووضع حد للعنف المتزايد في طرابلس؟ وهل ينجح لبنان في النأي بنفسه عن المأساة السورية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. الموقف الخليجي في دائرة الضوء في القمة العربية، عنوان نطالع تفاصيله في صحيفة السياسة الكويتية، والتي قالت إنه بالتزامن مع بدء فعاليات القمة العربية في دورتها 25 التي تستضيفها الكويت الثلاثاء، فإن الآمال معقودة أن تتخطى دول مجلس التعاون الخليجي تلك الأزمة والتي ضربت أركانها هذا الجسد المترابط، فلا أحد يريد لهذا العقد الفريد أن ينفرط. وأضافت الصحيفة أنه لا بد أن تنجز القمة العربية أو القمة المهمة الكبيرة في رأب الصدع العربي لتتواصل مسيرة الخير من أجل مصلحة الأوطان.
وننتقل إلى الصحف العالمية، حيث لا زال لغز الطائرة المفقودة يتصدر اهتمامات الصحف، ومنها صحيفة الجارديان البريطانية والتي قالت الصين ترسل سفنا للتحقق من حطام الطائرة المفقودة. ومسؤولون صينيون يؤكدون أن قمرا صناعيا صينيا رصد حطاما لطائرة جنوب المحيط الهندي في المنطقة الواقعة غربي أستراليا قد يكون ذي صلة بطائرة الخطوط الجوية الماليزية. فرق الإغاثة التي تشارك فيها ما يقرب من 30 دولة تقوم حاليا بتمشيط أكثر من 10,000 كيلومتر مربع بواسطة الطائرات بحثا عن الطائرة المفقودة التي اختفت في 8 مارس الماضي. الأزمة الأوكرانية كانت أيضا في صدارة عناوين اليوم، حيث نقرأ من جريدة ساندي تايمز البريطانية بوتين سيرد بأكثر شراسة إذا تمت محاصرته. ورئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أنه لا يخشى التهديد لأن منطقه هو الهجوم على مصدر التهديد، وأنه يوما لن يتراجع نقطة التفاوض. وبوتين لديه قدرة على إخفاء الخطوة الثانية حتى عن أقرب مساعديه، إلا أنه حتما لن يستكن ويرضى بالعقوبات التي ستفرض.